حبيت أشارككم بترتيب غرفة الجست روم. حاولت هاي الفريم، بحبه كتير، اشتريته، بحسسني بجو الخريف. هذا رسم على الأزاز، هذا رسمي. هاي اشتريتها من ثريفت ستور، من الأماكن اللي بتبيع أشياء أنتيك أو مستعمل. كلماتها حلوة وشغل تطريز. أحياناً تلاقي أشياء كتير حلوة في أماكن عنا هون في أمريكا، ثريفت ستور أو جود ويل. أي إنسان مثلا مش محتاج الأغراض بيعطيها لهذا المحل جود ويل، وحتى مرات بعطوك ورقة إنه على أساس التاكس، بخفضوا من التاكس لما بتعمل تاكس every year. هاي الصورة اشتريتها من زمان، برضو ألوانها هادية، بتعطيك جو، يعني بتعطي شعور كأنه خريف. اشتريت هذا جديد الحاف، اكتشفت انه في ماركت بروكلين، حبيتها كتير. لكل للخريف، يعني ما بتعطي لكل السيزن، للصيف للشتاء، ومش هيفي، وبنفس الوقت غالية هي شوي، بس انه ممتازة. يعني بحب احط هاي الاشياء تحت الحاف على اساس ما اغسل الحاف اكثر من مرة لانه بخاف يخرب. فلقيت هدول من الامازون عمليات، بنفكوا من هون وبنفس الوقت بنربطوا. لحظة، وصعب ينفكوا. هيهم عمليات من الأمازون، فيهم 12 وحدة. العلبة هاي جديدة، لحظة بس أفتحها. هذا الأباجورة بتعطي ضوء خافت مريح، بسيطة، وبحسها مناسبة حطيتها. هدول البرادي لينن، أخذتهم من الأمازون إرخاص، بس نوعيتهم ممتازة، بيدخلوا الضوء وبنفس الوقت هيفي، يعني مش خفاف، وبس بنفس الوقت بدخلوا ضوء من خلالهم. هون حبيت، هون اشتريت هذا من زمان، بحط فيه الشراشف زي أورجانايز بالتخوت، يمكن أحب الترتيب. لقيت هدول من الأمازون عمليات، جدا عمليات سهلين، شغلتين هدول ببين لك إذا كوين أو ببين لك، سهلين جدا. والتلاتة على ما أظن أخذتهم ثلاثة $34، وبستوعبوا تقريبا شرشفين، كل ثلاثة I think ب 34.
وهاي على اساس تبين اذا كوين مش كوين. عمليات هدول كل أربعة طبعا كوين توين برضو عمليات وسهل ينحط. هاي الصورة بعتز فيها وبحبها، اللي برضو لقيتها برضو من جودويل ثريفت ستور، بسيطة وقديمة أنتيك، لما أظن أخذتها رخيص يعني، بس بتحسسني بإيدنتيتا أمي أو العمر، بحسها زي كأنها بتحمي أو بحبها كتير هاي اللوحة. حاولت أعمل الدريسر، هاي إجتني هدية، هاي برا بتذكر إني اشتريتها من محل بس سكر كريسماس تري، بس حبيتها. هاي الأشياء هون زي مسبحة، ماما دايما تستخدمها لما تيجي عندي. هاي اشترتها من القدس من جيروسلم، زي حجر عقيق أصلي. العقيق لما تطلع ريحة هيك حلوة. هاي الشمعة داني اشتريتها من ثريفت ستور، قديمة بس حبيتها يعني. هاي السجادة قديمة جدا بس شو عملية وسميكة وسهلة التنظيف. يعني أنا أول شي ترددت إني أشتريها إنها فاتحة أو إشي، بس اكتشفت إنه غلط، يعني كان أفكر غلط. غيرت ديكور الغرفة كل عام وانتم بخير، قرب الخريف، بلشنا ندخل بالخريف. أتمنى تعجبكم، بسيطة بس بتمنى تكون حلوة أو تعطيكم فكرة كيف زي ديكورات أو تساعدكم في ترتيب. إن عجبكم طبعا كل إنسان إله رأيه وإله. هاي لسه مش راضي تنفتح، أحاول أفتحها عشان أفرجيكم اللي بستخدمها. أخيرا فتحت. هاي هون بستخدمهم عشان سهلين عمليين وسيف، كمان صعب ينفتحوا، في منهم زي مغناطيس. استخدمهم مرات للملحف الجوبيت. أتمنى لكم يوم حلو.